خصصت المديرية العامة للأمن الوطني حوالي 4000 شرطي بمختلف الرتب من أجل تأمين مباراة الدولية الودية التي تجمع مساء يومها الثلاثاء المنتخب المغربي لكرة القدم بخصمها المنتخب الأرجنتيني والتي ستجرى فعاليتها على أرضية ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة وقررت مديرية الحموشي الاستعانة بالعدد المذكور من رجال ونساء الأمن القادمين من مختلف المدن المغربية وخاصة من الرباط والبيضاء من أجل ضمان مرور مجريات المباراة في ظروف جيده وسيتم توزيع رجال الامن بداخل الملعب وبمحيطه بالمناطق المحيطه به وايضا بالمناطق القريبه من طريق السيارة لتسهيل ولوج الجماهير الراغبه في مشاهده المباراه وايضا منع وقوع اي احداث شغب سواء داخل او خارج ملعب ابن بطوطه